زحف مستمر على الطرقات وتشويه لجمال مدينة عدن وتخطيطها المدني، ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتهديد لمخزون مياهها الجوفية. شكل المدينة الذي أنهكه الحرب وأمعنت في تخريبه تواصل بعد التحرير، لكن بأيد محسوبة على أبناء البلد وتحت عنوان التحرر والمقاومة. مع تواصل عمليات نهب الأراضي والبسط عليها، تتعالى أصوات بعض مسؤولي الدولة والمواطنين المطالبة بإنقاذ مخططات وأراضي الدولة من النهب والتحايل باسم المقاومة والشهداء والبسط عليها تحت حماية الأجهزة الأمنية، في محاولة لوقف هذا التجريف والاستهداف لأراضي وأملاك الدولة. وهذا الكابوس الذي بات يؤرق أبناء عدن، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية في عدن ندوة بعنوان البسط على المعسكرات والعقارات الحكومية وحقول الآبار، تقويض للدولة والمجتمع. نائب مدير أمن عدن أبو مشعل الكازمي نفى وجود أي جمعية للشهداء أو باسم المقاومة الجنوبية توزع الأراضي، مؤكدا أن 99% ممن يقومون بالبسط على الأراضي هم من أجهزة الدولة، في إشارة إلى قيادات أمنية وعسكرية محسوبة على الإمارات. إيش في أستاذ؟ قال لي يا أخي ليش الناس الثانية ما تتكلم؟ ليش ما حد إلا أنت؟ أنا بديكم أسماء مدراء الشرط ومدراء المديريات وقادة الحزام الأمني وقادة الأمن وقادة المقاومة اللي تواصلوا معي بالاسم، إن أفرادنا معهم أراضي، ماشي أفرادهم، هم معهم، هم وحاطين أفرادهم. إحنا مستعدين لأعطيكم الأسماء، وإذا شيء معكم انشروا الغسيل. بمسميات وهمية يجري تبييض نهب الأراضي حسب الكازمي، بعيدا عن جهات الاختصاص المخولة. رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي اعتبر الظاهرة قنبلة موقوتة وخطرا يهدد الجميع، فالعشوائيات التي بنيت خلقت مناطق عشوائية تسيطر عليها عصابات لا تستطيع الأجهزة الأمنية الدخول إليها. يستفحل البسط العشوائي ويهدد ميناء عدن والمصافي التي سبق وأن طالبت بالتدخل لحماية أراضيها، تهديد ينذر بتحويل عدن أيقونة المدنية إلى منطقة عشوائيات، تعدى ذلك إلى مستوى استهداف حياة المواطنين بتلوث مياه الشرب. مع استمرار البسط العشوائي واستمرار يعني الزحف على الحقول المياه سوف يؤدي إلى تلوث المياه في المستقبل، وهذا سيضر الأجيال القادمة، يعني أبناءنا لن يستطيعوا الحصول على قطرة مياه نقية صالحة للشرب. يشكو مواطنون ومسؤولون حكوميون من أعمال البسط التي تهدد معالم المدينة والعيش فيها، شكوى على متنفذين في الدولة ورجال أمن استغلوا غياب المحاسبة والإجراءات الرادعة، فمن يحمي عدن من حماتها الحاليين؟